السلام عليكم، مساء الخير، مساء النور، كيف الحال؟ طيبين؟ ان شاء الله بخير يا رب. يوم جديد في الرياض، وان شاء الله في فعاليات اليوم. صراحة بس نومتي ما تخطت مباراة المنتخب. وهبو كيف حالك؟ طيب تخطيت؟ ما تخطيت. ايش الاسباب؟ ايش الاسباب اللي ادت؟ خلينا نسال. اصبر دقيقه. خلينا نسال. طيب المدرب. اوكي، اول سبب. حلو، سبب. ليش المدرب؟ المدرب تغيرات واخطاء. حلو. تكتيكه يعني قفه من دقيقه يمكن 75. حلو. انت تلعب قدام كوري يعني. حلو. لا تقفل الملعب صراحه، لان ايش؟ تنجلد. اها، حلو. شكرا حبيبي. صراحه يعني هذا اتحادي صميم. ان شاء الله نسمع من اهلاوي، من هلالي، من نصراوي، ونشوف ايش الاشكاليه. ليش يسحب نفسه اخر بلنتي؟ صادق. لو موجود كان سجلنا. لا صح؟ يا غايب ليه ما تسال احبابك اللي يحبونك ما تنام واحسنوا. أنت ضعك من الشمال. سلمت. الله يلعنك. والله طبعاً في متابعين جدد ما شاء الله تبارك الله، لازم نوريهم البوليفارد وورد. شيء جميل، حالات تيجي من العصر عشان تشوف الأماكن الحلوة والجميلة هنا، وتشوف الألوان بكامل حضورها، وتشوف الحيوانات اللي موجودة هنا يعني. حشا محشوم. الله يا وهبو، والله محشوم. لا في حيوانات هنا والله. عندنا. احنا الان في مصر، احنا في القاهرة، احنا عند الاهرامات. اهو بص ده جبناه كذا. وين ابو الهول؟ وين ما ادري. ابو الهول انت ما تضمن انت ابو الهول فين؟ دوروا يا الله. المهم شو اسمه، بوريكم كذا لفته سريعه على مصر. شيء خرافي جميل ما شاء الله تبارك الله. يا الربع ترى معانا واحد ثالث، بس يعني ما يحب الدور الاعلامي. لا ماني مصور، ترى ما اصور حلوين انا، فاهم كيف؟ المهم، ويعني اول مره يدخل بفارد وورد، فكان ودي يعني ان يعني يكون جدول معايا، عارف السنابات، ووري الحاجات الحلوه، ووري هو صراحه اقرب وصف له يعني نحيف ونفس اللي ضالي ورا. بص ده ابو الهول اهو، حتى خشمه موفي. ده ابو الهول، بص شبيهك. لا وين هذا منحوت. الله، ويلكم. واتس يور نيم؟ دهرمبي. وير ار يو فروم؟ دلهي. تري ميري پریم کہانی ہے مشکل وہ لفظوں میں نائسن ابا جاؤ سیر کرو سیر شغل شيء من الآخر بيتر تشيكن تيكا مسالا ساندويتش في القلب. إذا ما جيتوا هنا الهند وما جربتوا ساندويتش تكة، راح عليك والله، راح عليك. هذه اللعبة أقوى لعبة لعبتها، هذه أقوى لعبة لعبتها.
هذه لعبتها أيام برنامج جربها مرة واحدة بعدها خلاص. قاعد أحاول بعيال إنهم يطلعون خايفين والله خايفين. حبايبي بندخل بيت الرعب ترى جبرني قال لي لو ما تدخل يا ويلك. قلت له امشي. بسم الله بدينا. يلا يا عيال معايا بسم الله على بركة الله. امشي الليل والله مشخص بالوضع. بسم الله على بركة الله. بسم الله يا ويلي يا ويلي يا يما. روح 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 امشي. امسك وهبه امسك روح روح فيه روح يا يما. روح معاهم روح. يا عيون وين دخلنا احنا؟ ها؟ وين دخلنا؟ مو في احد. ها؟ والله ما ادري. ترى انا كلمتهم انه يلا حي الشيخ يا مرحبا. اصبر نورتنا ونورت مكسيكنا. يلا حي. وينك طولت علينا يا شيخ؟ والله والله تعال تعال خلينا نتكلم. لا دقيقه شعري حب وجهه يا رجل بكل شيء يا شيخ ما شاء الله. الله يسعدك يا الربع. ترى كلمتهم انا حق الالعاب انهم يخففون على الشباب ما يخلعونهم مره. لان في واحد هنا يعني دخلناه ممكن يغمى عليه. شباب انا في اللعبه ما يلعب رمايه المفضله لدي. انا كل ما اجي البوليفارد لازم امر هنا عشان اصير محترف. هذا خويي وهبو قاعد يتعلم. ان شاء اول طلقه الله يكون بالعون. اتعب عليك يا دربه دربه. ايه ما عشان ما تعرف تغمض. الحمرة الحمرة قلنا الحمرة. جاهزين جاهزين. حتى
مايكي يلا يلا اهلين وسهلين. يلا بسم الله بث العاب، نبغى نبث العاب الان لين الفجر، متحمسين ان شاء الله من بكره نجدول بثوث عيديه. اوكي يلا.